قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم، واصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين. أظهرت بيانات تريدويب، وهي منصة تداول عبر الإنترنت، أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجرى تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها في غضون عام تقريبا. أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد. تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتحديد أسس وإجراءات وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، فضلا عن تحديد قواعد وإجراءات إعداد الإطار الموازني متوسط المدى من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة. وفي سوق المال، وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت نحو 5 مليارات و400 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 3.92% ليصل إلى مستوى 28931 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الاوزان بنسبه 42% ليصل الى مستوى 7576 نقطه، بينما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 1.29% ليصل الى مستوى 10537 نقطه. قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونغو إن معدل النمو التجاري السلعي العالمي يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام. وخلال اجتماع للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بهدف وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، أشارت أوكونغو إلى أن نمو تجارة السلع العالمية في عام 2023 انخفض عن 8% بالنظر إلى جميع المخاطر السلبية. دعا وزير التجارة الهندي بيوش غويال إلى إيجاد حل دائم لقواعد السياسات الحكومية فيما يتعلق بمخزونات الغذاء، وقال إن ذلك ضروري لخفض الجوع عالميا بحلول عام 2030. وأكد غويال في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية أن إيجاد حل دائم بشأن المخزونات العامة لا يزال بندا على جدول الأعمال لم يتم إنجازه وعلينا تنفيذه.